اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى إن شاء الله تكونوا كلكم في أحسن حال. رجعت لكم اليوم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله باش نحضروا مع بعضنا نوع من أنواع الحلويات التونسية التقليدية اللي بنينا برشا. الحلوى هذه مشهورة في تونس وخارج تونس، من أرقى وألذ أنواع الحلويات اللي هي كعك الورقة. كعك الورقة شكون ما يحبوش، لكن فما برشا يفشلوا في الوصفة هذه. اليوم باش نقدم لكم طريقة سهلة مهلة، وباش نشارك معكم أسرار لأول مرة، وباش نحضروه على طريقتي. طريقة سهلة مهلة، يجيكم كعك ورقة مزيان برشا، راقي في الشكل متاعو والطعم متاعو بنين برشا، يكون هشوش وطري. هذايا هو الشكل متاعو كيما تشوفوا. ان شاء الله الفيديو هذا يفيدكم ويقدم لكم الاضافه. الفيديو باش يكون طويل شويه، لكن حاولوا تتبعوه من الاول للاخر باش ما تفلتوا حتى نصيحه. واذا كان عندكم اي ملاحظه ولا تساؤل، ممكن تتواصلوا معايا على جروب فيسبوك القناه كويزين باي انيل. ممكن زيدا تتابعوني على صفحتي في الانستغرام وصفحتي في الفيسبوك كويزين انيل. وتو نتعداو باش نشوفوا مع بعضنا مكونات الوصفه متاعنا وطريقه التحضير. وتوا باش نبداو بسم الله. لهنا اول حاجه باش نبداو بها باش نحضروا العجينه نتاع كعك الورقه. نستحقوا كميه من الفارينه. عندي لهنا فارينه نتاع حلويات، استعملت 500 غرام، غربلتها حضرتها باش نخدموا بها مباشره. اذا كانت توفرت عندكم الفارينه نتاع كعك الورقه تستعملوها هي يكون احسن، على خاطر الفارينه هذيك خاصه بكعك الورقه وتعطيكم نتيجه مزيانه، سواء في العجينه من بعد تعطيكم الطوع والا في اللون نتاع العجينه يكون فاتح. وعنا لهنا كمية من ماء النسري. ماء النسري كما ماء الزهر وماء العطرشية موجود في تونس يقطروه، باش نستعمل منه 160 مليلتر. لهنا استعملت ماء نسري حر. إذا كان ما عندكمش ماء النسري الحر تنجموا تستعملوا حتى روح ماء النسري، لكن تغليوا الماء اللي باش تستعملوا في العجينة متاعكم، وماذا بيكم تستعملوا ماء صافية تغليوه مليح، ومن بعد تحطوا فيه شوية قطرات مثل الماء النسري وتستعملوا في العجينة متاعكم. إذا كان زادة متوفرش عندكم ماء النسري تستعملوا ماء الورد وإلا ماء العطرشية، لكن ماء الزهر ما ننصحكمش به في الوصفة هذه. عنا لهنا توا ثلاثة مكونات. هذه لهنا كمية قليلة من الملح، تقريبا نصف ملعقة متاع قهوة. عنا ذرة صغيرة من خميرة الحلوى اللي هي الليفيوغ شيميك، الخميرة اللي نستعملوها في الجاتو، تقريبا نص جرام. وعندي ذرة صغيرة من المبيض اللي هو الأكسيد دو تيتان، سبق وشفتوه معايا في برشا وصفات، باش نستعمله على خاطر ما عنديش الفارينة بتاع كعك الورقة، باش يعطينا البياض الناصع في الكعك متاعنا. بالنسبة للخميرة متاع الحلوى، على الكيلو جرام من الفارينة تحطوا جرام، راهي كمية قليلة على الأخر. وعنا لهنا 200 جرام من الزبدة الحيوانية. الزبدة هذه ذوبتها لكن ما غليتهاش، ما نغليوهاش كما شفتوا، اللون متاعها أصفر ومزيان. عندي لهنا كمية الحليب اللي يطفيت على السطح، باش نحيها بالملعقة. ومن بعد تو تشوفوا زيدا كي باش نصبوا كمية الزبدة، فما كمية متاع حليب باش تركح في القاع، هذيك زيدا باش نخليوها. لكن الزبدة لهنا أول نصيحة، ما يلزمش تغليوها، تذوبوا الزبدة متاعكم فقط، لازم لونها يقعد فاتح. أول حاجة لهنا باش ناخذك الكمية متاع الملح، حطيتها في كيس متاع الماء النسري، وباش نحط لهنا كذرة صغيرة متاع الأكسيد دو تيتان اللي هو المبيض. إذا كان ما تحصلتوش عليه تستغنيوا عليه في الوصفة هذه. نجموا زيدا تحطوا شوية من الملون الأبيض. نحركوا كل الخليط هذاك. وعندنا لهنا ذره الخميره، كما قلت لكم راهي نص جرام يمكن من الخميره، ذره صغيره حطيناها على الخميره. نخلطوا المكونات هذوما مليح، وباش ناخذ توا كميه الزبده ونبداو نبصوا في الفرينه متاعنا. تصبوا بشويه بشويه على خاطر فما كميه متاع حليب باش تركح في القاع. وتردوا بالكم ما تغليوش الزبده متاعكم، اذا كانت تغليوها راهو الكعك يجيكم غامق. تذوبوا الزبده فقط، أكل كمية ذيك اللي ركحت في القاع باش نخليوها. نزيد نركحها شوية ومن بعد نزيدو نحيو منها كمية أخرى متاع زبدة. هذايا أول سر باش يجيكم الكعك متاعكم فاتح ومزيان. أو كنحاول لهنا نحي بالملعقة أكل كمية اللي طفيت على السطح، والكمية الأخرى باش نخليها باش نستغنى عليها. هذيك الحليب ما نستعملوش في العجينة متاعنا، باش كعك الورقة يصبر لكم مدة طويلة. إذا كان تحطوا الكمية الكل كعك الورقة في ساعة ما يفسد وما يصبرش معاكم. توا لهنا في المرحلة هذه باش نبسس الفارينة متاعي مليح مليح، كما نعملوا في السابلي وإلا في البات بغيزي، نبسوا الفارينة متاعنا مليح مليح. توا نكمل المرحلة هذه ونرجع لكم باش ما يكونش الفيديو طويل. سهلة العملية، نبسوا الفارينة متاعنا، نحاولوا ندخلوا فيها كالزبدة مليح مليح.
كملنا بسسنا الفرينة متاعنا نتحصل عليها بالشكل ذي، كيف تلموها بين كفوف يديكم تتلم وكيف تفرتوها تتفرتت. باش نضيف عليها توا ماء النسري اللي سبق وحطينا فيه شوية ملح وشوية من المبيض، تصبوا بشوية بشوية وتلموا الفرينة متاعكم. بالنسبة لماء النسري استعملت 160 مليلتر، كما قلت لكم تنجموا تعوضوه بماء الورد وإلا ماء العطرشية. لازم تتحصلوا على عجينة طرية وتكون متماسكة ماهيش تتلصق. كما شفتوا في الكسرونة فما كمية باهية متاع حليب ركحت في القاع، هذيك ما استعملوهاش. إذا كانت تحطوها في العجينة راي تقرص لكم العجينة متاعكم، هذيك نستغنيو عليها. توا نمسح الطاولة متاعي وباش نبداو نعجنوا العجينة متاعنا مليح. المقطع هذا راني سرعته لكن العملية واضحة. تعجنوا العجينة متاعكم مدة 10 دقائق مليحة مليح، تعجنوها بالعقل وتعطيوها حقها في عملية العجنان باش تتحصلوا على عجينة طرية وملسة وتطوعكم من بعد في عملية الحلين. لهنا في مرحلة أولى تجربوا العجينة متاعكم، كي تجبدوها تلقاوها تتقطع. وقت اللي توصل العجينة متاعكم كي تجبدوها معاش تتقطع تعرفوا اللي هي تعجنت مليح. باش نوريكم لهنا كيفاش تكون العجينة، تكون طرية لكن ماهيش تتلصق. شوفوا كيفاش كي نجبدوها في مرحلة أولى تتقطع. لهنا تو بعد ما كملنا عجننا العجينة باش نوزنوها بالميزان ونقسموها إلى 4 قطاع متساويين. المقطع هذايا حتى هو سرعته لكن العملية واضحة. تعجنوا العجينة مليح، توزنوها بالميزان وتقطعوها إلى 4 قطاع متساويين. الطريقة هذه في الخدمة خاصة بي أنا لكن تسهل عليكم الخدمة، تربحكم الوقت، تعطيكم خدمة مرتوبة ومزيانة وما يقعد لكمش تدي شيء. لهنا تو بعد ما كملنا قطعنا القطع متاع العجينة باش نجيو لعملية الترتيب. تاخذوا رولو متاعكم تحلوا كل قطعة بالشكل هذا، تدخلوا لها جنب الأول ترجعوا عليه الجنب الثاني وتدوروها وتعاودوا تحلوها وتعاودوا تثنيوا الجنب الأول وترجعوا عليه الجنب الثاني. هذه العملية هي الترتيب، نرتبوا بها العجينة باش تتحصلوا على سيخفاس أملس والكعك متاعكم يجي مزيان، ما يكونش أحرش من بعد يكون أملس. نفس العملية تو باش نعملها لهم الكل. نكملوا تو رتبوهم بنفس الطريقة، نعملوا لهم العملية هذه مرتين، حلوهم مرة أولى نثنيوا لجناب ونعاودوا نحلوهم ونثنيوا لجناب ومن بعد باش نعاودها مرتين أخرين. لهنا توا باش نرتبوهم للمرة الثانية ناخذوا القطعة الأولى اللي حليناها نعاودوا نحلوها بنفس الطريقة. كل مرة تعملوا فيها العملية هذية تحسوا العجينة متاعكم وليت تلمع أكثر وليت ملسة، ومن بعد تسهل عليكم عملية الحلين زادة. هذية هي كما شفتوا السيخفاس متاعها يولي يلمع. توا باش نكمل العملية هذية للقطع الكل، كل قطعة باش نعملوا لها العملية هذية 3 مرات. كملنا لهنا توا عملية الترتيب. هذه هي العجينة متاعكم كيفاش لازمها تكون، لازمها تكون ملسة تولي تلمع، ما يلزمهاش تكون حرشة وإلا مثقبة. باش نلفوها توا في الفيلم أليمونتيغ تنجموا تحطوها في كيس بلاستيكي، لازم تلفوها ردوا بالكم عليها. باش نخليها لهنا توا في المطبخ على خاطر الدنيا توا باردة، إذا كان باش تخدموا كعك الورقة في الصيف تحطوها في الثلاجة. وباش نتعداو ونحضروا عجينة اللوز. لهنا تو باش نحضر عجينة اللوز خذيت 500 غرام من اللوز الأبيض ماهوش محمر، اللوز يكون كعب، وخذيت معاه 200 غرام من السكر المحور اللي هو سوكر غلاس أو السكر الثقيل. كمية السكر ما نحطوش برشا في كعك الورقة، أكثر شيء تحطوا 200 غرام، من 180 حتى 200 غرام على خاطر كعك الورقة ما يكونش حلو برشا. خذيت لهنا تو الروبو اللي باش نرحي بها، حطيت فيها كمية متاع سكر وباش نحط فيها كمية متاع لوز. باش نقسم لهنا الكمية متاع اللوز والسكر على 3 مرات يكونوا متساويين، كل مرة نحط كمية متاع لوز معاها كمية متاع سكر. الطريقة هذه سبق وشفتوها معايا في فيديوهات سابقين بالنسبة للناس اللي تبعوا فيها. طريقة سهلة مهلة وناجحة مليون بالمية، مختلفة على الطريقة التقليدية التونسية. تربحكم الوقت وتسهل عليكم تحضير عجينة اللوز وتضمنوا بها عجينة طرية ومعلكة وما تقرش الزيت متاعها.
تاول هنا باش نبداو نرحيو كميه اللوز مع السكر. حاولوا في كل مره حطوا كميه متساويه من اللوز والسكر. انا الكميه اللي عندي الكل باش نقسمها على 3 مرات، كل مره نحطوا كميه متاع سكر وكميه متاع لوز، وقبل ما تحطوا اللوز في الرحام تاعكم تحطوا كميه متاع سكر في القاع، ونبداو نرحيو حتى لين يتعلقوا مع بعضهم ويترحاو مليح. لهنا كيما شفتوا في مرحله اولى او بداو يترحاو، باش نكمل تو بنفس الطريقه. من بعد تو نرجع نوريكم القوام بتاعهم كيفاش لازم يكون. بالنسبه للناس اللي يشوفوا الطريقه هذه اول مره، راهي طريقه ناجحه مليون بالمئة وسهله مهله، تضمنوا بها عجينه طريه برشا ومعلكه وتقعد مده طويله وهي معلكه. في نفس الوقت اللوز راهو ما يقرش الزيت نتاعو، وتو تشوفوا من بعد رانا باش ندلكوه مليح مليح. كل مره تحلوا الرحام تاعكم تهبطوا كل جوانب نتاع اللوز والسكر وتكملوا ترحيو بنفس الطريقه. لهنا تو كملت رحيت الكميه الاولى نتاع اللوز والسكر، نتحصل عليها بالشكل هذايا، تولي عندكم نوعا ما معلكه لكنها مفرته. تو باش نفرغ الكميه اللي رحيناها في صحفه ونكملوا نرحيو الكميه الاخرى الكل بنفس الطريقه. ديما في القاع نتاع الرحاء تحطوا كميه نتاع سكر محاور وفوقها كميه نتاع لوز، وفوق اللوز كميه نتاع سكر. كيما شفتوا العجينه نتاعنا ولات معلكه، تتلم كيف نلموها وتتفرتت كيف نفرتوها. حطينا كميه نتاع سكر، نحطوا عليها كميه نتاع لوز، نكمل توا نرحي الكميه كامله بنفس الطريقه، ومن بعد نتعداو للمرحله اللي من بعدها. لهنا توا بعد ما كملنا رحينا كميه اللوز والسكر مليح، نتحصل عليهم بالشكل هذايا، يوليو تقريبا معجنين. باش نضيفوا عليهم كميه قليله من ماء النسري ونلموا العجينه نتاعنا، صبوا بشويه بشويه ما تصبوش كميه كبيره. استعملت لهنا في الاجمال 60 مليلتر من ماء النسري، تنجموا تعوضوه زادة بماء الورد. دوب ليش ما يتلم الخليط نتاعنا باش نحطوه على الطاوله، والا تحطوه على الرخامه وتبداو تدلكوا فيه بالشكل هذايا بيديكم الاثنين والا بيد واحده، تدلكوه مليح مليح مده 10 دقائق. انا لهنا المقطع هذايا راني سرعته، لكن انتم تعطيوه حقه في عمليه الدلك باش تتحصلوا على عجينه لوز متماسكه وملسه وتكون طريه وتساعدكم في عمليه التشكيل. لهنا كيما شفتوا راهي ما تسيبش ولا قطره من الزيت، ما تخافوش منها. هذه هي تو عجينه اللوز نتاعنا حضرت، باش نلمها بالباليت نتاعي وتشوفوا كيفاش القوام نتاعها يكون طري واملس، وما تخافوش منها راهي ما تسيبش ولا قطره زيت. جربوها بالطريقه هذه وبقدره ربي ترحمولي على والدي، خاطر الطريقه سهله ماهله وتسهل عليكم في عمليه الخدمه. هذه هي عجينه اللوز كيفاش لازم تتحصلوا عليها، تكون عجينه ملسه وطريه لكن ماهيش تتلصق، تنجموا تشكلوها بكل سهوله. بالنسبه لعجينه اللوز نتاعكم بعد ما تحضروها توزنوها بالميزان، الوزن اللي تلقاوه تقسموه بالكالكولاتريس على 16 قطعه، وكل قطعه ذوكم توزنوهم بالميزان باش يكونوا متساويين. من بعد كل قطعه من القطع ذوكم باش نحلوها بودان بالشكل هذايا، باش يكون الطول نتاع البودان 27 سنتيمتر، وكل بودان باش نخدموا به 3 كعبات من كعك الورقه. الكبر نتاعها 9 سنتيمتر، 27 سنتيمتر على 3 تعطينا 9 سنتيمتر، والعرض نتاع البودان باش يكون 1 سنتيمتر، او كلهني قصت لكم يكون العرض نتاعو 1 سنتيمتر. باش يكونوا لي بودان كلهم فرد قياس، كل بودان الطول نتاعو 27 سنتيمتر، العرض نتاعو 1 سنتيمتر، الكلهم باش نخدموهم بالطريقه هذيا، طريقه سهله ماهله تربحكم من الوقت وتضمنوا بها خدمه مرتوبه ومزيانه. باش نعاود لكم لهنا، العجينه بعد ما تحضروها توزنوها بالميزان، الكميه اللي تلقاوها تحسبوها بالكالكولاتريس تقسموها على 16 قطعه، وكل قطعه ما كل قطعه توزنوها بالميزان باش يكونوا متساويين. ومن بعد تحلوا كل قطعه بالشكل هذا يا بودان، يكون الطول نتاعو 27 سنتيمتر، باش نخرجوا منه من بعد 3 كعبات كعك ورقه. توا لهنا نكمل العمليه هذه الكل، ومن بعد نرجع لكم باش نكملوا بقيه المراحل. كملنا لهنا شكلنا لي بودان نتاع اللوز، يكون كل بودان الطول نتاعو 27 سنتيمتر والعرض نتاعو 1 سنتيمتر. بعد ما تشكلوهم تلفوهم مليح بالفيلم اليمونتير، والا تغطيهم بكيس بلاستيكي ما تخليهمش في الهواء، ما كانش راهي عجينه اللوز تشيح وتعبكم من بعد في الخدمه. لهنا تو باش نبداو نحلوا العجينه نتاعنا، خذيت قطعه ماك القطاع باش نبداو تو نحلوها في العرض. باش نحلوا 27 سنتيمتر العرض اللي باش نخدموا عليه كعبات كعك الورقه، ومن بعد تو تشوفوا باش نرجعوا نحلوا الطول. عمليه الحلين لهنا نحطوا القطعه نتاع العجينه ونبداو من الوسط، شوفوا كيفاش حطيت الرولو نتاعي في الوسط، ونبدا لهنا نحل الجهتي انا، نجيب العجينه ليا انا.
نحل العجينة بالشكل هذايا، من بعد نعاود نرجع الرولو للنص متاع العجينة ونحلو القدام. شكيكة تضمنوا اللي العجينة كلها تتحل فرد قياس. لهنا توا حليناها تقريبا 27 سنتيمتر. باش ندور العجينة متاعي توا بالشكل هذايا، تمسحوا الطاولة متاعكم ولا الرخامة، لازمها تكون ليس 100%، ما يلزمهاش تكون مثقبة، ردوا بالكم، لازمها تكون نظيفة وتكون رطبة. وباش نبداو توا نحلوا بنفس الطريقة، الرولو متاعكم توا في الوسط بالشكل هذا، وباش نجيبوا العجينة لينا احنا، توا باش نبداو نحلوا في الطول. حلينا العرض اللي حاجتنا بيه، توا باش نحلوا العجينة متاعنا في الطول. الطريقة ذي راهي بروفيسيونيل على الاخر، تربحكم الوقت، تخدموا بها كمية كبيرة. لهنا توا باش نبداو نحلوا في العجينة متاعنا بشوية بشوية، حتى لين يولي البلوم تاع الخدمة متاعكم يظهر، سواء الطاولة ولا الرخامة. ونجيو توا لهنا للنص الاخر، الرولو متاعكم من الوسط وتحلوا الجهة الثانية. تبعوا العجينة متاعكم بشوية بشوية. نجموا زادة تستعملوا كل عود الرشدة تحلوا بيه، وإلا تستعملوا رولو كبير بالشكل هذا. قلبت العجينة متاعي توا، وباش نكمل نحلها بنفس الطريقة، نحطوا الرولو متاعنا في الوسط ونجيبوا العجينة لجهتنا احنا، من بعد نعاودوا نرجعوا الرولو متاعنا للوسط ونحلوا العجينة للجهة الفوقانية. تبعوها بشوية بشوية، سهلة العملية، ما فيها حتى شيء، ما تخافوش منها، راهي ما تتقطعش. إذا كان تعطيوها حقها في عملية العجنان، تخدموها بطريقة صحيحة وترتبوها مليح كيما وريتكم بالرولو وتخليوها ترتاح شوية، راهي تخدموها بكل سهولة. بالنسبة للعجينة راني رتحتها تقريبا نصف ساعة، الوقت اللي حضرنا فيه عجينة اللوز. تنجموا زادة تحضروها قبل بوقت، حتى قبل بنهار ولا قبل بنهارين، تنجموا تحضروها تحطوها في الثلاجة، ووقت اللي باش تخدموا بها تخرجوها. إذا كان الدنيا باردة برشا تخليوها ترجع شوية بحرارة الغرفة وتخدموا بها، وإذا كان في الصيف تحطوها في الثلاجة، دوبا ما تخرجوها من الثلاجة تخدموا بها مباشرة. توا باش نتبعها بشوية بشوية، مرة نحل الجهتي أنا ومرة الأخرى نحل الجهة القدام، حتى لين نتحصلوا على العجينة شفافة. لهنا توا كملنا حلينا العجينة متاعنا، نتحصلوا عليها شفافة بالشكل هذايا. توا باش نحيلها كالزوائد اللي على الجناب، نخليوها مستوية باش نجمو نخدمو بها. أكل العجينة الزايدة اللي تنحيوها تحطوها مباشرة في كيس بلاستيكي، ما تخليوهاش في الهواء باش تنجمو تخدمو بها مرة أخرى. إذا كان شاحت راكم ما عادش تنجمو تخدمو بها. لهنا توا كل العجينة الزايدة نحطوها في البلاستيك. وباش نقيسوا العرض متاع العجينة متاعنا، لازمنا نتحصلوا على 27 سنتيمتر. إذا كان لقيتوها أكبر شوية تقطعوا لها شوية في الجوانب، وإذا كان لقيتوها قد تبداو تخدموا. لهنا توا مازلت جست باش نستوي ونبداو نشكلوا لي بودا متاعنا. لهنا توا في المرحلة هذية جست باش نستوي العجينة متاعي، وتقيسوا العرض كما قلت لكم، لازمكم تتحصلوا على 27 سنتيمتر في العرض. تو من بعد تشوفوا كيفاش باش نقيس راني بالمسطرة باش يكونوا الكعبات كلهم فرد قياس. لهنا تو خذيت المسطرة متاعي باش نقيس بها، باش نتاكدوا اللي العرض متاع العجينة 27 سنتيمتر. لهنا توا باش ناخذ البودا متاعي نحطوه مع الحرف متاع العجينه قد سهله العمليه ذي، ما فيها حتى شيء. العجينه اللي حليناها باش نخرجوا منها كتخ بودا. الطريقه ذي راهي تربحكم الوقت، خاصه اذا كانت تبيعوا تنجموا تخدموا كميه كبيره في وقت قليل. ناخذوا السكينه متاعنا، السكينه ذيك باش نهزوا بها الحرف متاع العجينه، في نفس الوقت اليد الثانيه تلصق العجينه في اللوز. يد تهز بالسكينه العجينه، واليد الثانيه تلصق العجينه في البودا متاع اللوز. وباش نبداو نلفو، باش نعملو زوز لفات. بالنسبة للفة الكاملة، وقت اللي يرجع الحرف هذاك عندكم تعرفوا اللي انتم عملتوا لفة. تلفوا بالشكل هذايا. توا لهنا رجع عندي الحرف وليت نشوف فيه، هذيك لفة. باش نزيدو توا لفة ثانية، نفس الشيء، وقت اللي يرجع الحرف هذاك قدامكم توليو تشوفوه عندكم تعرفوا اللي انتم كملتوا زوز لفات. تا
توا باش نقطعوا بالسكينه وباش نكملوا نخدموهم الكل بنفس الطريقه. هذا هو توا البودان الاول نتحصل عليه بالشكل هذايا، نخليه على جنب ونجيبوا توا بودان اخر نتاع اللوز، نفس الشيء باش نحطوه على الحرف نتاع العشينه ونهزوا بالسكينه كما عملنا في البودان الاول. القطعة الأخرى من العجينة عودت حليتها شوية بالرولو وباش نستوي لها الجوانب متاحة ونكملوا نخدموا بها البودان الرابع. كل قطعة من العجينة لازمنا نخرجوا منها 4 بودان. نحطوا عجينة اللوز، ندوروا زوز لفات ونقطعوا العجينة الزايدة. لهنا ديما كديشي تلفوهم في كيس بلاستيكي. كملنا توا خدمنا لي 4 بودان الاولانيين، باش نكمل نخدم الكميه اللي عندي الكل باش نحضر 16 بودان. كل بودان تخدموه تغطيوه مليح بكيس بلاستيكي والا بالفيلم اليمونتير تردوا بالكم ما تخليوهمش في الهواء. نكمل توا الكميه الكل ومن بعد نتعداو باش نبداو نشكلوا الكعك نتاعنا. هذوما هما توا لي بودان نتاعنا، كملت شكلتهم نتحصلوا على 16 بودان. كل قطعه من العجينه تخرجوا منها 4 بودان، لازم تغطيهم بالفيلم اليمونتير والا بكيس بلاستيكي. انا لهنا توا عريتهم باش نوريكم وباش نعاود نرجع نغطيهم ما يلزمش العجينه تشيح. لهنا توا باش نبداو نشكلوا الكعك نتاعنا باش ناخذوا بودان، البقيه تخليهم ملفوفين مليح في البلاستيك. ردوا بالكم تخليهم معرضين للهواء، اذا كانت تشيح العجينه ما عادش تنجموا تخدموها. البودان نتاعنا توا باش نخرجوا منه 3 بودان صغار، الطول نتاع كل بودان 9 سنتيمتر، هذاك هو القياس نتاع كعبه الكعك. تكونوا حضرتوا البلاتو متاعكم، فرشتوا فيه الورق متاع الفرن. هذوما لهنا توا لجناب الاثنين باش نحيهم وباش نقيس الكعبة 9 سنتيمتر. بالنسبة لكعك الورقة فما شكون يخدموا على كل حرف الفوقاني على الطريقة التقليدية، وفما شكون اللي يخلي الحرف اللوطة على الطريقة العصرية. انتوما يقعد لكم الاختيار، من بعد تخليوا الحرف ذاك الفوق ظاهر وإلا تحطوه من اللوطة. أو باش نوريكم الحرف بالنسبة للناس اللي ما يعرفوشي، هذايا هو الحرف اللي قلت لكم عليه، نجمو تخليوه الفوق تنجمو تخليوه اللوطة. لهنا توا باش ناخذوا كل بودان اللي قطعناه 9 سنتيمتر نحلوه شويه على الطاوله يولي الطول نتاعو 11 سنتيمتر باش نزيدوا فيه 2 سنتي، ما تطولوهش برشا. ومن بعد باش ناخذوا توا الجهه الاولانيه ندزوا اللوز اللوطه ونطلعوا العجينه نتاعنا الفوق، نشكلوها على شكل بوق كيما هكا. والجهه الثانيه باش نخليوها كيما هي، مانيش باش نذبوها، باش تخليوها مستوية كيما قصيناها بالسكينة. ركزوا مليح في العملية هذية، جهة نعملوها كيما البوق والجهة الثانية نخليوها مستوية. هاك الجهة توا المستوية ذيكا باش ندخلوها في الجهة اللي عملناها كيما البوق بالشكل هذية. السر لهنا باش يجيكم الكعك مرتوب ومزيان ما يلزمكمش تذبوا الجهة الثانية، لازمكم تخليوها مستوية مقصوصة بالسكينة. هذية هي الكعكة متاعنا، دوب ليش ما نسكروا عليها تتشكل عنا. توا لهنا باش نبداو نسمحوها باش ناخذوا شويه من الزيت النباتي وباش نقتلوا اكل قفله تولي ما عادش تظهر. احسن حاجه تسمحوا بها الكعك هي الزيت، لكن تستعملوا زيت نباتي، زيت يكون بنين، يا اما دوار الشمس يا اما زيت الذره على حسب المتوفر عندكم. وتتبعوا لهنا بشويه بشويه، كل مره تغطسوا صبعكم في الزيت وتبداو تسمحوا في الكعكه حتى لين تولي اكل القفله ذيك ما عادش تظهر جمله. سهلة العملية ما فيها حتى شيء.
توا تحطوا صبعكم في وسط الدورة متاع الكعك وتبداو تدوروا فيها بالشكل هذي على كف يديكم باش تلولبوها ويجي الشكل متاعها مزيان. تقريبا لهنا الكعكة متاعنا تشكلت هيك، الشكل متاعها ولا مزيان وواضح. هك القفلة هذيك توا لهنا تقريبا ماهيش واضحة، وليت معاك ظاهرة جملة. تكملوا لهنا توا ترتبوا الكعكة متاعكم بنفس الطريقة، العملية واضحة، تستعينوا بشوية من الزيت. جربوا الطريقة هذية وبقدرة ربي ترحموا لي على والدي. لهنا توا الكعكة متاعنا كملنا رتبناها، نتحصلوا عليها بالشكل هذايا. أكل قفلة ما عادش ظاهرة، نحطوها توا على الطاولة وإلا على الخامة، وناخذوا الفورم هذية خاصة بكعك الورقة، فما منهم في الألمنيوم، فما في النحاس، وفما زيدة في اللوح، وفما زيدة أطبقة خاصين بكعك الورقة. وباش نخدموها توا بحراف يدينا الاثنين وإحنا ندوروا، باش نهزولها في الارتفاع متاعها ونقربوا الكعبة الكعك لك الفورم هذيك تولي الدائرة في الوسط صغيرة، نصغروا في الدائرة الوسطانية وإحنا ندوروا بالشكل هذية. العملية ذي تعطيكم كعك ملولب ومزيان، هذايا هو الشكل اللي لازم تتحصل عليه. توا باش نكمل نخدمهم الكل بنفس الطريقة، نصففهم في البلاتو متاعي ومن بعد نرجع لكم باش نقولكم كيفاش باش نطيبوهم. لهنا توا حضرت البلاتو الأول باش ندخلو نطيبوه في فرن سخون من 140 درجة حتى 150 درجة على حسب نوعية الفرن اللي عندكم. بالنسبة للوقت ياخذ من 15 دقيقة حتى 20 دقيقة، ديما نوعية الفرن هي اللي تحكم وهي اللي تفرق من نوع لنوع. تحطوا البلاتو متاعكم من الفوق وتشعلوا عليه النار من اللوطة، من الفوق ما تشعلوش النار، إذا كان عندكم فور فونتيلي يكون أحسن. إن شاء الله من بعد ما يطيب نرجعوا باش نوريكم كيفاش باش نزينوه. لهنا توا الكعك متاعنا طاب وحضر، خليته برد 100%، وباش نشارك معاكم طريقة الزينة العصرية اللي يسألوني عليها برشا منكم. تستحقوا أنواع مختلفة من الورد المجفف، ونستحقوا زيادة ورقة ذهبية. الورقة الذهبية والورد المجفف تلقاهم يتباعوا عند اللي بيعوا لوازم الحلويات. عنا شوية من الجليكوز تقريبا ملعقة متاع أكل، ضفت لها ملعقة متاع ماء، وعنا لهنا البانس هذايا الجليكوز راني سخنته شوية مع الماء في الميكروواند، نجمو تذوبوه شوية في حمام مائي باش نخدمو بيه. هذوما كعبات زينتهم، وتوا تشوفوا قداش العملية سهلة مهلة. توسعوا بالكم على حسب الذوق متاعكم، تنجمو تعملوا أشكال مزيانة. باش ناخذوا توا لهنا كعيبة من الكعك، وباش ناخذ لهنا كمية من الجليكوز اللي حليناه في شوية ماء، وندهن الوجه متاع الكعكة بالشكل هذايا. من بعد باش ناخذو نوع متاع ورد نغطسو فيه الكعكة متاعنا باش يلصق فيها كل ورد، وإذا كان قعد مكان ناقص نكملولو بك البانسة ذيكا. تاو تشوفوا العملية قداش سهلة. هذه الكعكة متاعنا تاو نغطسوها لهنا في الورد، حاولوا تستويوا. تنجموا تخلطوا مثلا ورد ومعه ورقه ذهبيه، تنجموا تخلطوا انواع متاع ورد. فما انا كعبات عملتهم الوان مختلفين من الورد، فما اللي حطيت فيهم ورد وورقه ذهبيه، فما اللي خليتهم ورد صافي. انتم على حسب الذوق متاعكم. العمليه هذه تتطلب شويه رتبه وشويه وسع بال. كلهم تو باش نخدمهم بنفس الطريقه، نفس البرانسيب متاع الخدمه. اي كعكه تدهنوها بك الخليط متاع الجليكوز والماء يكون عاقد، ما تضيفوش كميه كبيره من الماء. كما قلت لكم ملعقه متاع اكل من الجليكوز، ضفت عليها ملعقه متاع اكل من الماء. وبعد ما تدهنوا لها وجهها تغطسوها فك الورد اللي عندكم. واذا كان باش تخدموا بالورقه الذهبيه تو نشارك معاكم الطريقه. الورد كلها نفس العمليه هكاك باش تكون. بالنسبه للورقه الذهبيه تاخذوا قطعه من الورقه الذهبيه سواء بيديكم ولا بالبانس، وتبداو تلصقوا حتى لين تغطيوا الكعكه الكل. تو مانيش باش نطول عليكم في المقطع هذايا، فقط حبيتكم تاخذوا فكره كيفاش تكون الزينه. نفس العمليه بالنسبه للورد الاخر الكل باش تكون نفس الطريقه اللي شفتوها توا، فقط لهنا باش نوريكم كيفاش نزينوا بالورقه الذهبيه. لهنا خذيت كعبه اخرى باش نوريكم الموديل اللي نزينوا بالورقه الذهبيه، نفس الشيء ندهنوه بالجليكوز. وباش ناخذ توا بالبانس متاعي
سايسوا لهنا بالنسبة للورقة على خطر كيما تعرفوا راي حساسة برشا، وتهزوا بالطرف وتلصقوا حتى لين تزينوا الكعكة الكل. أو كخير أنكم تهزوا طرف كبير وتلصقوا وتنحيوا منه الزايد، وانتم تدوروا حتى لين تكملوا تزينوا الكعكة كاملة. إن شاء الله الفيديو هذا يفيدكم وقدم لكم الإضافة، إن شاء الله فسرت مليح، كل شيء كان واضح. إذا كان فما أي حاجة صعبة عليكم ممكن تتواصلوا معايا على جروب فيسبوك القناة كويزين باي إنال. تو من بعد تشوفوا الشكل النهائي للكعك وراهو يجي يذوب في الفم، يجي هشوش، واللوز جربوه بالطريقة اللي شاركتها معاكم راهي تجيكم عجينة اللوز روعة. هذه هي تو الكعكة متاعنا حضرت، نتحصلوا عليها بالشكل هذية مزيانة برشا بالورقة الذهبية. هذايا هو تو الكعكة متاعنا في الشكل النهائي، يجي ما شاء الله نودكم ومنشاهيكم. ان شاء الله تجربوا الطريقة هذية وتشاركوني تطبيقاتكم على جروب فيسبوك القناة كويزين باي إنال. بالنسبة لطريقة الاحتفاظ متاع الكعك ولا انواع اخرى من الحلويات كما حلوية الفوندون، حلوية اللوز بصفة عامة، برشا انواع من الحلويات اللي شاركتهم معاكم تحتفظوا بهم في المجمد. اذا كانت تحبوا الحلويات متاعكم تقعد صالحة مدة طويلة حتى عام عندكم الحلويات في الدار، تحتفظوا بها في المجمد، تحطوها يا اما في حكوك حديد والا في حكوك بلاستيك يسكروا مليح، تفرشوا فيهم ورق الالومنيوم، وبين الطبقه والطبقه تفرقوا ما بيناتهم بالورق متاع الالومنيوم والا بالفيلم اليمونتير، ويكونوا الحكوك يسكروا مليح باش ما يرجعوش ريحه الماكل على الحلويات. اذا كان تحتاجوا منهم كميه تخرجوها تخليوها شويه في المطبخ، ترجع بحراره المطبخ وتستهلكوها عباره حضرتوها توا. هذيك هي طريقتي في الاحتفاظ بالحلويات بصفة عامة، تقعد عندي حتى عام، يمكن كان الغريبة والبشكوت وما ندخلهمش للمجمد، باقي الأنواع الكل حتى المقروض متاع التمر اللي حضرته معاكم، مقروض اللوز ولا البقلاوة ولا حلوية الفوندون، حلوية اللوز، الكعك الورقة، أي نوع من الحلويات اللي شاركتها معاكم راني نحتفظ بهم في المجمد. إن شاء الله الفيديو كان واضح، فسرت لكم مليح. إذا كان فما حاجة صعبة عليكم ممكن تتواصلوا معايا على جروب فيسبوك القناة، ممكن زادة تتابعوني على صفحتي في الانستغرام وصفحتي في الفيسبوك كويزين إنال. نتقابلوا إن شاء الله في فيديوهات أخرين وفي وصفات أخرين. وآخر حاجة نقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا، فكم من لا كافي له ولا مؤوي. إن شاء الله ربي يدوم علينا وعليكم النعمة، وإن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، ونقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.